توحشك. قلت له مش شايف الامتحان بغير من الدرج ده، صح ولا مش صح؟ صح. انا لا اخش هكذا لحد انا اصبحت ذكيه. لازم تشذوب العلم والمراجعه وتعلم. هكذا قلت وهو ايوه. الخاصيه الاخيره يتوكل على الله ويشكره على كل شيء، ولازم تدعي الله باش يتحل وتشكره على كل شيء. الحمد لله واشكره على نعمته، على نعمته العقل والتفكير. شكرا. واطلب من الله عز وجل ان يساعدني في الامتحانات التي سوف اجتازها، وبفضله وبنعمته ان شاء الله ان شاء الله سوف اتحسن على النقطه المعدل المطلوب. شحال هو المعدل اللي تحصل عليه؟ انا ما نقولش، خلي اصدقائي هما اللي يقولوا، لاخاطرش انا مانيش رايح نفوت امتحان وحدي، هما اللي كان واحد يفوتوا معايا. يقولوا لي شحال المعدل اللي ان شاء الله تحصل عليه؟ 10. اذا التركيز تاعنا يكون على معدل 10. الآن رددوا مع رددوا معي، وأنت ثلاث تردد معي، قول معايا. إيه نقولوا كاع في خطرة هكذا. لقد قررت أن أنجح. نعود، لقد قررت، لقد قررت، لقد قررت. نعاود شوف نعاود نديرو يدينا هكذا يا اليمنى، ديروا اليمنى تاعكم ولا اليسرى، اليمنى هكذا ديروا نشوفكم. عمي سعيد زير يده عليك هذيك الفرزه، هذيك الفرزه ماشي تاع النجاح، انت ما تمشيش تضرب بها. هذه تدل على القوة وعلى النجاح وعلى العزم وعلى الإرادة. شكرا. لقد قررت أن أنجح. لقد ركزنا وفكرنا وعرفنا ان الطرق للنجاح هي سهلة. وان المعدل اسهل من السهل. لذا يا اصدقائي